السلام عليكم، عاملين ايه يا ولاد؟ النهارده ان شاء الله هنراجع الفيديو ده للصف الاول الابتدائي، هنراجع فيه على كود اللي ولاد خدوا. هنقرا القطعه دي مع بعض وهنطلع الحاجات دي، طبعا احنا واخدينها قبل كده فهنفتكر كده مع بعض. بيقول لي ذات يوم زرنا حديقه الازهار وشاهدنا الورد الاحمر والاصفر وكانت رائحه الورد عطره. سأل كريم المعلم: هل يمكنني قطف وردة؟ أجاب المعلم: لا، فالورد أجمل ما في الحديقة. يعني في يوم من الأيام بيقول زورنا حديقة الأزهار، في ولد زيكم كده بيقول زورنا حديقة الأزهار وشاهدنا الورد الأحمر والأصفر، شافوا الورد الأحمر والورد الأصفر وكانت رائحة الورد عطرة. كريم الولد الجميل ده سأل المعلم وقال له: هل يمكنني قطف وردة؟ المعلم قال له: لا، لأن الورد أجمل ما في المكان، ما ينفعش إن احنا نقطف الوردة. تمام يا ولاد؟ بيقول لي عايز كلمة فيها شدة، وانتوا عارفين إن الشدة دي حرفين، الأول ساكن والتاني متحرك. طب شكل الشدة دي ازاي؟ أعرفها ازاي؟ بتبقى شبه السين الصغيرة فوق الحرف، والحرف ده في النطق بيتنطق مرتين. بيتنطق كم مرة؟ مرتين. نشوف كده، في هنا علامة الشدة؟ لا. في هنا علامة الشدة؟ لا. اهو كلمة المعلم لم لم، بصوا نطقت اللام كم مرة؟ المعلم لم، نطقت اللام مرتين وعليها علامة السين مشددة، يبقى فين الكلمة اللي فيها شدة؟ اهي كلمة المعلم. اللام يا ولاد هو الحرف الايه؟ المشدد. كلمة فيها تنوين بالضم، تنوين بالضم يعني اخر الكلمة فيه ضمتين، واحنا خدنا التنوين بالضمة بيبقى اخره ضمتين، النون الكذابة. سأل كريم، اهو ضمتين اهو يا ولاد. كلمة بيها تنوين بالفتحة، احنا قلنا التنوين بالفتحة بيبقى فتحتين في اخر الكلمة. طيب زي كلمة ايه يا ولاد هنا؟ عطرة، رائحة الوردة عطرة، التاء المربوطة عليها فتحتين في الآخر ونطقت النون الساكنة كذابة. كلمة تنوين بالكسرة آخرها كسرتين، التنوين بالكسرة بيبقى آخر الكلمة كسرتين وبتبقى نون كذابة، نون ساكنة في آخر الكلمة. ذات يوم.